انتظر لحالك كده يا زميلي النهارده، علشان النهارده الحلقه التي تنال على اعجاب الجماهير دايما، واللي الناس دايما بتظبط لي بتسيب شويه لايكات كده ويقول لي خد يا نورماندو. فالنهارده يا جدعان، بما اننا هنخش في اكشن التيك توك النهارده، عايز 2000 لايك على الفيديو ده. انا بصراحه يا جدعان انا مستمر على السلسله دي علشان خاطر انتوا بتظبطوا لي باللايكات وكده. فحاجه تانية، عايزين نوصل بقى القناه دي 100,000 يا جدعان بقى، ونوصل قناه الالعاب التانية اللي انا بنزل عليها محكيات وموقع الانترنت والكلام ده، عايزين نوصلها ل 10,000. هي دلوقتي 2000 وحاجه. فبصراحه في دعم هناك والدنيا جميله، عايزك تروح تشيك هناك برضو بعد ما تخلص العزمه اللي في الفيديو ده النهارده. النهارده بقى صاحبي مجانين متخلفين التيك توك، بس بقى في مود السبايدر مان وشغل عالي يا زميلي. هنشوف شغل لاول مره، حركات لاول مره. مش هطول عليكم كتير، يلا بينا على الاكشن. ما تنسوش تشتركوا في القناه، يلا بينا. بداية الاكشن بتبدأ مع لاعب مش عارف في تيم بيبش عليه، ساب قنبلة، بس ما استناش ان القنبلة تسحب الرخص من التيم، سحبها بنفسه يا جدعان. وده فيه بيعمل ايه؟ ده مين ده يا جدعان؟ يا ابن اللعيبة، نيمو تي في، يخرب بيتك. مجانين التيك توك دول يا جدعان بيعملوا عظمة، زي الهيد شوت اللي اتاخدت كويك دي. لا تعلم من اين ياتي الطلق يا صديقي العزيز. الله على المسافة، شفت المسافة؟ شايف المسافة يا زميلي؟ اوكي رينجل، ده مستحيل ده. انا عايزك تقنعني هو جابه ازاي من ورا الحشيش. ايه ده؟ ده خطف واحد، خطف التاني بلا اتنين في لقطه. طب ازاي اللقطه دي كملت ونزلت على النت كده من غير ما تاخد كوبي رايت للعظمه؟ معرفش اصلا الناس دي بتعمل ايه، ولا الحاجات دي بيعملوها ازاي. بص يا اسطى، سويتش العربيه اللي حصل علشان ياخد اللقطه بتاعته. وادي يا سيدي تيم اتسحب الرخص بتاعته. تعبان يا كابتن، تعبان على سحب الرخص ده يا جماعه. يعني بيمزك الواحد كده. انا مش هتكلم، انا عايزك انت اللي تفسر او تعيد اللقطه وتشوف هي جت ازاي اصلا. الواد يا اسطى بيتخانق بالجروزه مع المباني كلها. شفت السويتش اللي عمله بالجروزر راح جاب الواد التاني؟ انهار ابيض. اوكي، اتنين هيت شوت، شكله كده دخل على اتنين شاربين حاجه مش دريانين. بس الواد ده بيعمل السويتش 180 درجه ازاي؟ انا معرفش السويتش اللي بيجي من ورا لقدام ده ازاي، علموني. ايه ده؟ انا سمعت صوت الهيت شوت، هل ده صح؟ الواد بياكد لقطاته بصوت الهيت شوت وبالعلامه الحمراء. الله يا جماعه، يعني الفيديو ده لو ما جابش لايكات منكم هياخد كوبي رايت للعظمه ويتشال. تخيلين. اوكي، الانزحه دي شكلها نهار اسود، دي نهار اسود، دي سودها، سود الخريطه كلها، المفروض تبقى ليل من اللقطه دي. يا رب. اوكي، لقطه عاديه هيت شوت. انا شايف ان اللقطه دي عادي، بس شايف ان اللي بيحصل ده مش عادي. الواد عمل 4 كنترول في نفس الوقت. تخيل كميه التوتر بتاع الواد اللي قدامك. ايه يا جماعه في ايه؟ الحاجات دي مش معموله رومات. انا ببص على عدد الكلات والكلمه سجات، لا في جيم بلاي شغال. بص اللقطه اللي بتحصل، خد اتنين وهو راكب على الكبوت وواخد بعضه وماشي في مكان تاني. ايزي، ده ايزي، اقسم بالله ايزي. اوكي، مسافة لا يعلمها الا الله. التراكوة يا جدعان متخلفين. اوكي، حب انا العيال اللي بتتخانق مع كذا واحد في نفس التايم دي. في لقطة جامدة ممكن تحصل هنا، ده شغل FBI، ده شغل عصابات امريكية، شغل تدخل سريع، شغل حكومة.
اي محترف تلاقي بوشايه دخلت عليه مره واحده يروح عامل برون ويجيب اللقطه علشان يغير توقعاتك خالص في الايم. داخل مقيم فوق يروح نازل لك تحت. اوكي وكاية راحة على كوكب زحل. بص الواد عيني قاعد في حاله واخد سرد مع نفسه جابه من وسط عياله. اول وتاني اتنين فخزنا واحدة هتجنن. كمل يا اسطى كمل عظمة. اوكي اوكي لقطة عادية جدا. ايه اللي هيتم؟ عايزين حتة عظمة. دي العظمة سكوب 4 اهتزاز ركوي العالي جاب الواد برضو. حلو ده بيعمل ايه؟ اوكي نجح ان هو ياخد رخصة لاعب سوري اسمه ابن حاجة كده. اوكي خد التاني من التيم خد التالت. اضحك عليا اقول لي ان هو مش هاخد الرابع. لا هو التيم كده خلص متهيألي هما تلاتة باين. اوكي من الاسرار اللي انا عايز اعرفها ليه الناس بتشيل يو ام بي مع سلاح اساسي؟ هل بيبقى حلو في المسافات القريبة ولا ايه؟ اوكي اللقطة الاولى فشلت اللقطة التانية تنجح. خدت ختم العظمة يا جماعة. على ال 180 درجة 180 درجة سويتش جنان. شوفوا يا جماعة برون خطف واحد التاني التالت. شكرا سلام عليكم. ناس بتنزل تخلص مهمة وتطلع من الخريطة بالوناية. اوكي جاب لاعب في التاني. هي الفكرة ان هو ايم بتاعه حلو على الام 7. لا 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 لقطات الافلام الهندية يعني يا جدعان. الواد كان لسه داخل بيديها حتة سبايدر لقى نفسه في اللوب. على فايتات سان هوك ولعيبة سان هوك فول جيريسكوب. واو بري فاير اسطول. بري فاير يخليك ما تطلعش من السرد بتاعك لو انت من احرف المحترفين. واو اديله زمالة علامات حمراء هيت شوتات مزيكا دي جي شغال. تعمل ايه؟ احنا مش لسه هنطلع سلالم. لا يا باشا انا هجيبك من الشباك. شغلة حرامية غسيل. تخيل يا صديقي العزيز على كمية العظمة. ده بيرمي قنبلة من ورا بتاع بحركة العين فجابت الولا. التراكوة بيتجننوا قاعدين على اللعبة زي ما كل لعبة دي ابوه يعني مش فاهم. انا اللي مخترعها مش تركي. وات اوكي اوكي جروزة عدد واحد لاعب. جروزة عدد اتنين لاعب. يلا نكمل الباكج. جروزة عدد تلاتة لاعب. جروزة عدد اربعة لاعب. واقفل الكتاب وشد خط على السطر واكتب عظمة. او ماي جود بري فاير بري فاير دمج الولا بري فاير تقييم على الدماغ. بص بص التقييمة بتاعته فوق فوق هنا طلقتين هيت شوت يوقع ما بيضربش تحت خالص. دي عظمة ودي حاجة انا بصراحة اتعلمها في الفيطات. اوكي واحد في اتنين في تلاتة في اربعة ام سيفن مجنون يا عيني على تومي جن. انتهت المناقشة رفعت الجلسة رفعت الجلسة. ايه ده السلاح مختفي. يا رباه يا رباه. هذه هي
الفن. هذا هو الفن. ده بيعمل ايه؟ ده عايز ده جابوا كروس بو في المود الجديد. ما تقلقوش يا جدعان، المود الجديد ده تحس ان الناس كلها هاكر. اوكي هيت شوتات، بحب اسمع الصوت. في واحد في التاني، وادي التالت طالع. خد اللقطة. كل سنة وانت طيب. يلا نقول رفعت الجلسة. رفعت الجلسة ازاي؟ الواد ده معرفش، مشافوش. اي دونت نو. اوكي كروس بو ما جاش. كروس بو وربنا ما انا مش عارف اقول ايه. طيب يا جدعان ما فيش اعلق اقول ايه على لقطة زي كده. واتش الكروس بو بتاعه مش ما 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 في 60 واحد في الجيم. دي مش روم. وات. اوكي خش. اللاعب ده بيستعرض قدراته من الاخر كده يا جماعه. ماشي مسافات جامده. بري فاير شغال. حلو مسافات. حته مسافه من تحت العشب. انا مش فاهم، عايزك تفهمني. اوكي ونختم الحلقه بتاعتنا باجمل لقطه ممكن تشوفها في حياتك، وانت راكب على الكابوت بتجيب واحد سنايبر. وبكده يا جدعان نكون ختمنا النهارده الحلقه اللي فيها كميه عظمه جامده جدا. فحرفيا يا جدعان انا محتاج 2000 لايك على الفيديو ده عشان استمر في السلسله بتاعت مجانين التيك توك، هاكرات التيك توك زي ما انتم بتسموها. اهم حاجه يكون الفيديو عظمه وجامد جدا وفي اكشن كتير. فاشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تشتركوا في القناه يا جدعان. عايزين نوصل 100,000 بعد اذنكم. والسلام عليكم.